معظم الرجاله والستات اللي واقفين قصاد بعض في محاكم الاسره كان بينهم قصص حب رهيبه وتليفونات بالساعات حب ليل ونهار. طيب لما بنيجي نسال بقى اي راجل واي ست ايه اللي وصل الامور لكده، يعني ما فيش حد مثلا ممكن يقول لكم ان احنا كان بينا عيش وملح، كان بينا قصص حب حلوه؟ طب بلاش كل الكلام ده، طب عشان الولاد الصغيرين اللي موجودين بينا اللي هيتاثروا بشكل كبير جدا بسبب موضوع الطلاق. الحقيقه دلوقتي احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو شاغل بال ناس كتير جدا وهو الطلاق. احنا دلوقتي برضو هنتكلم وهنشوف ابرز اسباب الطلاق، امتى ناخد القرار ده، امتى خلاص نقول مفيش خلاص عيش بينا تاني ولا يمكن نكمل مع بعض تاني، ولما ناخد يعني قرار الطلاق ده بعد ما ناخده في حاجه اسمها طلاق حضاري. عشان ايه بقى الكلام ده؟ عشان الولاد اللي معانا واللي بينا ما يتاثروش بالكلام ده. تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها مع ضيفتي اللي منوراني النهارده دكتور سهام حسن. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اخصائي تعديل السلوكيات. مهم قوي موضوع السلوكيات. لما نيجي بقى قبل ما ندخل على الطلاق، عشان انا عامله لك النهارده محاور هنتكلم فيها، اول حاجه العلاقات بين الراجل والست بيبقى بينهم قصص حب كبيره جدا وفجاه بيقول انا مش هقدر اكمل، وهي كمان بتيجي تقول انا مش هقدر اكمل. صحيح. بعد قصه الحب ايه اللي بيوصل الموضوع للقفله الكبيره دي؟ خلينا نقول ان قصه الحب بدايه كده بتلهينا وبتشغلنا عن دراسه بعضنا البعض، وان احنا نبحث في احتياجاتنا وايه الحاجات اللي احنا مفتقدينها من انفسنا عشان نقدمها لنفسنا قبل ما احنا نلتمسها من الطرف الاخر ان هو يقدمها لنا. ودي خليكي عارفه حاجه وخلينا كده نحط 100 خط تحت، هو انا علاقتي بنفسي سويه؟ هل انا اكفي للدخول في علاقه زوجيه ولا لم اكفي بعد؟ عشان كمان في الاول وفي الاخر حكمي يكون صح على الطرف الاخر. بالظبط. وما احطش بقى طبعا توقعات عاليه جدا ان الاخر هيحققها لي وانا مش قادره احققها لنفسي. يعني ما التمس من الاخر ان هو يحبني وانا مش قادره احب نفسي. ان هو هيجي يعوضني عن احساس الامان ويهتم ويعمل واحد اتنين تلاته حاجات كتيره جدا وانا مش قادره ده اوفره لنفسي اصلا. يعني بتلاقي مثلا طب انت قادره تخلقي لنفسك جو او مساحه ومحيط ان انت تحبي نفسك؟ تقولي اه اكيد انا بحب نفسي، بس هو مش حب النفس ده انانيه؟ لان هي اتربت على فكره ان احنا طالما بنحب نفسنا تبقى دي انانيه. لا، احب نفسي يعني اخلق لها وقت اهتم بيها وبتفاصيلها، وان انا اشوف ايه اللي انا محتاجه اشتغل فيه على نفسي عشان خاطر ان انا اكون شخصيه سويه اقدر اريح اللي قدامي في علاقه، مش ان انا طول الوقت قاعده بجلد الاخر وان هو في نواقص وفي عيوب وسايبه نفسي تماما. حتى لما بتيجي تسمعي اي علاقه او مشكله زوجيه ما بين الطرفين، هي عملت هو عمل، طب حضرتك بصيت لنفسك انت بتعمل ايه؟ احنا دايما كلنا بنشوف ردود الافعال، طب ايه الفعل اللي اقدم الطرف الاخر على ان هو يكون رد فعل قاسي وقوي بالطريقه دي وبالشكل ده؟ فده بيوصلنا ان احنا بنفضل نلف في حلقه مفرغه طول الوقت. هو عمل، لا هي عملت، طيب انت عملت ايه؟ لنفسك رقم واحد، لشريك حياتك رقم اتنين، لاولادك بعد كده في نفس الاضلاع بتاعت المثلث. جميل جدا. دايما لما باجي افكر في العلاقات بفكر في الطباع وبفكر في السلوكيات، ودايما انا بقول لكل الناس لما تيجي تعاتب حد اوعاك تعاتبه على طبعه. انت ممكن تعاتب حد على تصرف، على موقف، على غلطه، احيانا الغلطه مش هتتكرر تاني، ولكن الطبع عمره ما بيتغير. امتى يا سهام احس ان الشخص ده يعني بيتسم بطباع وحشه مش سلوك، انا استنى منه دايما يغير سلوكه او يغير التصرف ده ما يعملوش تاني، وللاسف ده مش هيكرر لان الطبع ده هيفضل معاه طول العمر مكمل. طيب ازاي افرق بين الاثنين؟ طيب خلينا في الاول بس نقول حاجه وبعد كده نعرف ازاي ان احنا بنفرق، خصوصا كمان ان ممكن يكون اللي بيسمعنا مش كلهم او حتى خارجين من علاقات طلاق وانفصال، وفي ناس لسه داخله في علاقات جديده بتبدا حياتها. انا محتاجه ان انا احط مواصفات شريك حياتي مثلا 10 15 نقطه. دي مهمه جدا. بالزبط. انا هكون مبسوطه مع مين؟ صحيح. في لازم مش اقعد احط بوينت كده دخل فيلا بينا نبدا علاقه ونبدا حياه. انا لسه طيب انا بالنسبه لي انا عرفت انا محتاجه ايه. انا تعرفت على نفسي زي ما انا قلت لك من شويه فعرفت ايه مقاومتي وايه الحاجات اللي انا بمتاز بيها وايه الحاجات العيوب اللي انا محتاجه اشتغل فيها على نفسي. ما اتهمش فكره الطبع ان هو موجود فانا مش هقدر اغيرني. لان الاخر اللي هيبقى داخلك هيبقى شايفك من نفس المنظور. هي كمان مش هتتغير، انا كمان مش هتغير. فده رقم واحد، انا محتاجه ان انا احط الصفات مميزات وعيوب نفسي والصفات اللي انا محتاجاها في الشريك. طيب هل انا بقى ببحث عن ال 15 نقطه؟ لا والله. طب لو في حد جه ما بعدش عن 12 13 وهستثنى 2 3 واقعين. اتنازل يعني عن حاجه او اثنين، لان احنا مش هنلاقي ال 15 كما هم موجودين طبعا.
طيب انا تعاملت مع ال 12 او ال 13 زي ما بيقولوا كده، في عيوب اقدر اعيش معاها، في عيوب لا مستحيل حقيقة. فانا بالتالي من بدايتها بقول لا. الاثنين ثلاثة دول بالنسبة لي هيسببوا لي مشكلة جامدة، مش محتاجة ان انا اخش في تكوين اسرة وابدأ ان انا اجيب اولاد وبعدها اقول لا والله احنا هننفصل عشان انا مش قادرة اكمل حياتي بالعيبين الثلاثة دول. طب ما احنا كان قدامنا فرصة الاختيار من الاول. مفيش حد طبعا جدا الاختيار ده من اهم الحاجات عشان نجاح العلاقات. مفيش حد يقول لا ما اصل انا خلاص المركب وسط البحر، لا ما انا خلاص معايا هستحمل بقى يلا عشان ايه عشان المركب تمشي فانا استحمل. انت بتستنزفي نفسك وبتستنزفي الاخر وبتستنزفي الاطفال الموجودين معاكي. انت قلتي بقى نقطه مهمه جدا، ان الستات كتير بتيجي تقول لك انا ايه انا هكمل عشان المركب تمشي، عشان ما المركب ما تتقلبش بينا زي ما بنقوله. اهم حاجه نعملها في اختيار الشريك ان احنا نعمل لها دراسه جدوى وكمل عشان خاطر الخطوبه والجواز بالظبط، وعشان كمان الولاد وعشان العلاقات تنجح لازم نحط نقط معينة أشوف أنا هتعايش مع مين، هل الطباع دي أنا هقدر أتعايش معاها ولا لأ، ولا هنيجي نفشل بعد سنة ونقول يا ريت اللي جرى مكان. طيب حصل للأسف الطلاق، وقبل ما بيحصل عايز أسألك على حاجة كده مهمة جدا، إمتى أقول خلاص أنا مش هينفع أكمل، مستحيل أن أنا أكمل في العلاقة دي عشان خلاص كده في طلاق؟ أوكي، لما لاقي أن أنا بدأت أكره نفسي، بدأت أن الحياة الأسرية تأثر عليا في محيط عملي، السلوكيات ثانيه بقى هتتغير، كل حياتي بدات ان هي تتمحور حوالين، شفتي لما بتقابلي ناس وتقول له ايه يا ابني حاول تفصل، انت عمال تاذي نفسك في شغلك، انت مش مركز، بتتأثر. بدات ان انا انفعل واتعصب على اصحابي، على دايره معارفي المقربه ليا، اصحابي قرايبي، بدات ان العلاقه اللي انا فيها تحولني من الجانب الايجابي للجانب السلبي تماما. بدات ان انا اظلم اطراف مهمه جدا معايا وهم الاطفال، لان انا مش قادره افصل ما بين مشاكلي مع والدتهم او مع والدهم عنهم هم. ففي الوقت ده انا محتاجه ان انا اقول انا خلاص تم استنفاذي كاملا، مش قادره ان انا اكمل خلاص. وهنا بقى الطلاق بيكون الحل عشان خاطر الاولاد يكملوا بنفسهم. بس نقطه مهمه يا مروه، احنا بنستثمر في علاقتنا طول الوقت ده لحد ما اجيب اخري. يعني انا بحاول اعدل من نفسي ومنه، وبنقول يلا بينا نروح مثلا لحد يفيدنا، نعمل ايه، نتعامل مع بعض ازاي، لحد ما خلاص فعلا اجيب كل الحلول، فشلت اخد خطوه الطلاق. جميل. ما استعجلش زي الناس اللي هي بعد شهرين ست شهور سنه من الجواز ينفصلوا. مش بتسمعي القصص دي كتير؟ ثلاث اربع شهور بس. احنا دلوقتي يعني في مجتمع من كتر ما الريتم بقى سريع في الحياه بقينا نستسهل الطلاق. صحيح. الاول كان الاسر بتحافظ على الترابط الاسري والعائلي وترجع للعيله وعيله العيله عشان الترابط الجميل ده يفضل موجود، دلوقتي للاسف بقينا نسمع بعد شهر اصل طلقوا بعد شهرين، انت حتى تقعدي صح كانسان طبيعي تحطي علامات استفهام، طب يعني ايه بعد شهرين؟ مفيش يعني تحمل مسؤوليه من الطرفين اصلا لاداره ماهيه حياتهم اللي جايه بعد كده. برضه تلاقيها راجعة من حتة إيه؟ فشل في يخلي إن أنا مثلا كولد أو بنت، يعني إن أنا أعلمهم إزاي يتحملوا مسؤولية إن هي تكون زوج أو زوجة، ده رقم طبعا. واحد. رقم اتنين إن أنا بحط أولويات مختلفة في فترة الخطوبة بعيدا عن إن إحنا ندرس بعض. وكمان العائلات اللي هي يلا يعني تشوف الولد كده عنده 20 سنة ويبقى مثلا تجار يقول لك إحنا يلا عايزين بالزبط. نفرح بيك ونقول للبنت نفس الكلمة. صحيح. فبتلاقي إن أنا عندي فترة الخطوبة بستغلها في أي حاجة تانية، حب واهتمام ونظهر الجوانب الإيجابية عن إن إحنا ندرس بعض كويس قوي ونشوف هل هي فعلا الفترة بتهيئني لدخول العلاقة ولا هقول والله يعني ربنا يوفقك ربنا يوفقك وما كملش. زي ما قلتي الاستعجال، نظرة المجتمع، انت وصلت عند سن معين هتتجوز امتى؟ فبتلاقي ان البنت بتقبل بأي حاجة وأي حد، او الولد اللي هيجي في طريقه واللي مامته هتجيبها له هنتجوز وخلاص، فتفاجئ بعد كده. والله العظيم دي كارثة، بعد كده بيتفاجئوا بمشاكل وبمصايب في الجواز، لان يا جماعة الجواز ده لازم يكون اختيار مقنع بين الطرفين بس. صحيح. ان انا بتفاجئ جوه الجواز بواقع غير اللي انا كنت رسمه. ايه ده هو انت مش هتعملي زي ما انا كنت بشوف في الافلام والمسلسلات؟ ايه ده انت مش هتعمل زي المسلسلات التركي وتبقى فيه الحياه الرومانسيه؟ كل الكلام ده بخش بالعلاقه. عايزه اقول لهم مفيش يا جماعه الكلام ده خالص. فبرفع سقف او برفع توقعاتي طبعا. فبالتالي هي بتتهدم على راسي انا، لان انا بتفاجئ ان في فرق ما بين الخيال ان انا في شخصيات بتقفل بقى خالص، تقول لك انا كرهت الجواز وسنين الجواز ولا عايزه اتجوز تاني وعايزه كمان اتطلق دلوقتي. دي للاسف احنا محتاجين هنا بقى ان احنا نروح لحد نفسي عشان خاطر ان كل الكلاكيات دي كلها تتظبط، لان انت مش هينفع تعيشي لوحدك بالشكل ده طبعا. ولا هينفع تخش في علاقه بالشكل ده طبعا. ولا هينفع تبقي ام مسؤوله عن اطفال بالشكل ده، لان انت هتنقلي لهم خبرتك السيئه في العلاقات الزوجيه بالطريقه دي. جميل جدا.